أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر. فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية. قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور، وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا ايوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا وفي الخوف ركعه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن ابي عروبه حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا ابي جميعا عن قتادة بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمرو بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد يعني بن زريع، عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا، فجاء ابن عمر يعودني، قال: وسألته عن السبحة في السفر. فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد: حا وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شعبة الشاك، صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبه عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط الى قريه على راس سبعه عشر او ثمانيه عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رايت عمر صلى بذي الحليفه ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرًا. وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت انس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة الى الحج، ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا، وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو اسامة جميعا عن الثوري، عن يحيى بن ابي اسحاق، عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة. وحدثناه زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي، حا وحدثناه اسحاق وعبد بن حميد قالا: اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الاسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو اسامه. حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثناه ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائده حا وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبه بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال ست سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين، قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا، وحدثنا ابن المثنى قال: حدثني عبد الصمد قالا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قالا: صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد عن الأعمش، حدثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنًا أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًا ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا أبو معاوية، حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير، حا. وحدثنا اسحاق وابن خشرم قالا: اخبرنا عيسى كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة، قال يحيى اخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حارثة بن وهب، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حدثني حارثة بن وهب الخزاعي، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم؟ ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أنه نادى بالصلاة بضجنان، ثم ذكر بمثله وقال: ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية، ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر حا، وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير: حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا اسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم قال فكان الناس استنكروا ذاك فقال اتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني ان الجمعه عزمه واني كرهت ان احرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وحدثنيه ابو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن عليا ولم يذكر الجمعه وقال: قد فعله من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل: حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني اسحاق بن منصور، اخبرنا ابن شميل، اخبرنا شعبه، حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي، قال سمعت عبد الله بن الحارث قال: أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن عليا، وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة. حا وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر. في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا ايوب عن عبد الله بن الحارث، قال وهيب: لم يسمعه منه. قال امر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعه في يوم مطير بنحو حديثهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمه بن قيس عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا هاتين الايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت فسالته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه الى خيبر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال. وحدثني عيسى بن حماد المصري: أخبرنا الليث: حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا أنس بن سيرين، قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لم افعله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: أخبرني عيسى بن يونس عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعني ابن فضاله عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وحدثني عمرو الناقد حدثنا شبابة بن سوار المدايني حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قالا أخبرنا ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا احمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير، قال ابن يونس: حدثنا زهير، حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينه في غير خوف ولا سفر قال ابو الزبير فسالت سعيدا لما فعل ذلك فقال سالت ابن عباس كما سالتني فقال اراد الا يحرج احدا من امته وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا قره حدثنا ابو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا ابو الزبير حدثنا عامر بن وافله ابو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال اراد الا يحرج امته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قالا حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو كُريب وأبو سعيد الأشج، واللفظ لأبي كُريب، قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعفاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذاك. وحدثنا أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاح. قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاح. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع، حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي. قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت. ثم قال: فسكت ثم قال لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة عن الأسود، عن عبد الله قال: "لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه". أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانه عن السدي قال سالت انس كيف انصرف اذا صليت عن يميني او عن يساري قال اما انا فاكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وحدثنا أبو كُريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء، قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع، قالا حدثنا شبابه، حدثني ورقاء بهذا الإسناد: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد اقيمت صلاه الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة، قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، قال أبو الحسين مسلم: وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد حا وحدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك؟ ام بصلاتك معنا. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد، عن أبي حميد، أو عن أبي أسيد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني ان يحيى الحماني يقول وابي اسيد وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عماره بن غزيه عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الانصاري عن ابي حميد او عن ابي اسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب وقتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائده قال حدثني عمرو بن يحيى الانصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلده الانصاري عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله: رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبه عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فابطا بي جملي واعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداه فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الان حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حا وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق. قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحه الضحى قط واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد يعني الرشك، حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام. قال حدثني ابي عن قتاده بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبه عن عمرو بن مره. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هانئ فانها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فصلى ثماني ركعات ما رايته صلى صلاه قط اخف منها غير انه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط وحدثني حرمله بن يحيى ومحمد بن سلمه المرادي قال اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث ان اباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سالت وحرصت على ان اجد احدا من الناس يخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحه الضحى فلم اجد احدا يحدثني ذلك غير ان ام هانئ بنت ابي طالب اخبرتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فاتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد، قال المرادي: عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر. أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح. حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء: قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان حفصه ام المؤمنين اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلاه الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه وابن رمح عن الليث بن سعد: حا، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد. قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل عن ايوب، كلهم عن نافع بهذا الاسناد كما قال مالك. وحدثني احمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زيد بن محمد، قال: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر، عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن ابيه اخبرتني حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء له الفجر صلى ركعتين حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبده بن سليمان حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا علي يعني ابن مسهر، حا، وحدثناه أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة، حا، وحدثناه أبو بكر وأبو كُريب. وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا وحدثناه عمرو الناقد حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه الصبح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن انه سمع عمره تحدث عن عائشه انها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل اسرع منه الى الركعتين قبل الفجر حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر قال: قال أبي حدثنا قتاده عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان، عن ابي حازم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، قل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري، يعني مروان بن معاوية. عن عثمان بن حكيم الانصاري قال اخبرني سعيد بن يسار ان ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في البقره وفي الاخره منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داوود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم، ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز حدثنا شعبه قال النعمان بن سالم اخبرني قال سمعت عمرو بن اوس يحدث عن عنبسة عن ام حبيبه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فاسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعه سجدتين فاما المغرب والعشاء والجمعه فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرا قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن بديل وأيوب، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت اصلي قاعدا فسالت عن ذلك عائشه فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرا قائما ركع قائما واذا قرا قاعدا ركع قاعدا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سالنا عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاه قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا وحدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني بن زيد حا قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأهن ثم ركع. وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا. فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن عليا عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثني محمد حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعده، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق. اخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير انهما قالا بعام واحد او اثنين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال اخبرني جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل قاعدا نصف الصلاه قال فاتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على راسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وانت تصلي قاعدا. قال: اجل ولكني لست كأحد منكم. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة. يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثنيه حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وساق حرملة الحديث بمثله، غير أنه لم يذكر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، ولم يذكر الإقامة. وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء الا في اخرها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان حا، وحدثناه ابو كريب، حدثنا وكيع وابو اسامة، كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حا وحدثني يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما تسع ركعات قائمة يوتر منهن. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي لبيد سمع ابا سلمة قال: اتيت عائشة فقلت اي امه؟ اخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره. ثلاث عشره ركعه بالليل منها ركعه الفجر حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا حنظله عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشه تقول كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجده ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، حا، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق، قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول، قالت: وثب، ولا والله ما قالت: قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. ثم صلى الركعتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث، عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يحب الدائم، قال قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن بشر عن مسعر، عن سعد: عن ابي سلمه عن عائشه قالت: ما الفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيتي او عندي الا نائما. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ونصر بن علي وابن ابي عمر. قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الاعمش، عن تميم بن سلمه، عن عروه بن الزبير، عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فاذا اوتر قال: قومي فاوتري يا عائشه. وحدثني هارون بن سعيد الايلي: حدثنا ابن وهب: اخبرني سليمان بن بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضه بين يديه فاذا بقي الوتر ايقظها فاوترت وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر حدثني على بن حجر حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى اخر الليل. حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن زراره ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله فقدم المدينه فاراد ان يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينه لقي اناسا من اهل المدينه فنهوه عن ذلك واخبروه ان رهطا سته ارادوا ذلك في حياه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اليس لكم في اسوه فلما حدثوه بذلك راجع امراته وقد كان طلقها واشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليه فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته اليها فقال ما انا بقاربها لاني نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا فابت فيهما الا مضيا قال فاقسمت عليه فجاء فانطلقنا الى عائشه فاستاذنا عليها فاذنت لنا فدخلنا عليها فقالت احكيم فعرفته فقال نعم فقالت: من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال ابن عامر، فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتاده: وكان اصيب يوم احد، فقلت يا ام المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الست تقرا القران؟ قلت: بلى. قالت فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران قال فهممت ان اقوم ولا اسال احدا عن شيء حتى اموت ثم بدا لي فقلت انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرا يا ايها المزمل قلت بلى قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة، قال: فقلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعه ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشره ركعه يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعه ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرا القران كله في ليله ولا صلى ليله الى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت اقربها او ادخل عليها لاتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام انه طلق امراته ثم انطلق الى المدينه ليبيع عقاره فذكر نحوه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن ابي عروبه حدثنا قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس، فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته، وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر، قالت: نعم المرء كان عامر، أصيب يوم أُحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق. اخبرنا معمر عن قتاده عن جراره بن اوفى ان سعد بن هشام كان جارا له فاخبره انه طلق امراته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان اصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كانما قراه من الليل وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن عليه عن ايوب عن القاسم الشيباني ان زيد بن ارقم راى قوما يصلون من الضحى فقال اما لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن ابي عبد الله، قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون. فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا وحدثنا محمد بن عباد واللظلة حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر حا وحدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وحدثني حرمله بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه ان سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب انه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب وبديل، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاه الليل قال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل ركعه واجعل اخر صلاتك وترا ثم ساله رجل على راس الحول وانا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ادري هو ذلك الرجل او رجل اخر فقال له مثل ذلك وحدثني أبو كامل حدثنا حماد، حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير، عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر، حا، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب والزبير بن الخريت، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بذلك وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح، قال: حدثني ابو مجلز عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي مجلز، قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مجلز. قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كُريب وهارون بن عبد الله: قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف اوتر صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداه أطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة قال قلت إني لست عن هذا أسألك قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت بن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فاوتر بواحده فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال ان يسلم في كل ركعتين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي نضره عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا وحدثني اسحاق بن منصور اخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال اخبرني ابو نضره العوقي ان ابا سعيد اخبرهم انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال اوتروا قبل الصبح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وقال أبو معاوية محضورة وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من اخره فان قراءه اخر الليل محظوره وذلك افضل حدثنا عبد بن حميد اخبرنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوت وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من الليل ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خيرا الا اعطاه اياه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا ابو المغيره حدثنا الاوزاعي حدثنا يحيى حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر ابو المورع حدثنا سعيد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل، أو لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ قال مسلم: ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدو ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي اسحاق بهذا الاسناد غير ان حديث منصور اتم واكثر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي. عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليله القدر فيوافقها اراه قال ايمانا واحتسابا غفر له حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليله الثانيه فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاه الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني عبدة عن زر، قال سمعت ابي بن كعب يقول وقيل له ان عبد الله بن مسعود يقول من قام السنه اصاب ليله القدر فقال ابي والله الذي لا اله الا هو انها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله اني لاعلم اي ليله هي هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب قال: قال ابي في ليله القدر والله اني لاعلمها واكثر علمي هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله سبع وعشرين وانما شك شعبه في هذا الحرف هي الليله التي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده حدثني عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت ليله عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فاتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فاتى القربه فاطلق شناقها ثم توضا وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد ابلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهيه ان يرى اني كنت انتبه له فتوضات فقام فصلى فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني عن يمينه فتتامت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشره ركعه ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ فاتاه بلال فاثنه بالصلاه فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا». قال كُريب: «وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب مولى بن عباس، أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين، وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم، من سوره ال عمران ثم قام الى شن معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام فصلى قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم, ركعتين ثم, ركعتين ثم, ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وحدثني محمد بن سلمة المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمه بن سليمان بهذا الاسناد وزاد ثم عمد الى شجب من ماء فتسوك وتوضا واسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء الا قليلا ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب مولى بن عباس، عن ابن عباس أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليله ثلاث عشره ركعه ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال: حدثني كُريب بذلك. وحدثنا محمد بن رافع: حدثنا ابن أبي فديك: أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي، فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى، حتى إني لأسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينه، قال ابن ابي عمر: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن كُريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس: انه بات عند خالته ميمونه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءًا خفيفًا. قال: وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه، فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة، فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان: وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد وهو ابن جعفر. حدثنا شعبه عن سلمه عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونه فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام الى القربه فاطلق شناقها ثم صب في الجفنه او القصعه فاكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوئين. ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه، فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه. ثم خرج إلى الصلاة فصلى. فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كُريب عن ابن عباس، قال سلمة: فلقيت كُريبًا فقال: قال ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمثل حديث غندر، وقال: واجعلني نورا، ولم يشك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمه بن كهيل عن ابي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونه وقطص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير انه قال ثم اتى القربه فحل شناقها فتوضأ وضوءًا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى، فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءًا هو الوضوء، وقال: أعظم لي نورا، ولم يذكر: واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري. عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كُريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها، فتوضأ ولم يكثر من الماء، ولم يقصر في الوضوء، وساق الحديث، وفيه: قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ تسع عشرة كلمة قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن أبي نمر، عن كريب عن ابن عباس انه قال رقدت في بيت ميمونه ليله كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن حسين بن عبد الرحمن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ فتسوك وتوضا وهو يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فقرا هؤلاء الايات حتى ختم السوره ثم قام فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرا هؤلاء الايات ثم اوتر بثلاث فاذن المؤذن فخرج الى الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس، قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى القربه فتوضا فقام فصلى فقمت لما رايته صنع ذلك فتوضات من القربه ثم قمت الى شقه الايسر فاخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره الى الشق الايمن قلت افي التطوع كان ذلك قال نعم وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونه نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر، حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعه، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا، قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم، قال أبو بكر: حدثنا هشيم. اخبرنا ابو حره عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلفا الا في حرفين قال ابن جريج مكان قيام قيم وقال: وما أسررت، وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة، ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. واللفظ قريب من ألفاظهم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي. قالوا حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال سألت عائشة أم المؤمنين. باي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل قالت كان اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني ابي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمه الماجشون بن ابي سلمة عن الاعرج بهذا الاسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وانا اول المسلمين وقال واذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فاحسن صوره وقال واذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت الى اخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو معاوية، حا، وحدثنا زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن جرير، كلهم عن الأعمش، حا، وحدثنا ابن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقره فقلت يركع عند المئه ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح آل عمران فقراها يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة، فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وحدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الاعمش، عن ابي وائل، قال: قال عبد الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين ان الحسين بن علي حدثه عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه فقال الا تصلون فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم ثلاث عقد اذا نام بكل عقده يضرب عليك ليلا طويلا فاذا استيقظ فذكر الله ان حلت عقده واذا توضا انحلت عنه عقدتان فاذا صلى انحلت العقد فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبرا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيره بخصفه او حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليله فحضروا وابطا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع اليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه عن عائشه انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليله فقال "يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه". حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة. قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ وحدثنا ابن نمير: حدثنا أبي. حدثنا سعيد بن سعيد أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فاذا كسلت او فترت امسكت به فقال حلوه ليصلي احدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وفي حديث زهير فليقعد وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان الحولاء بنت تويت بن حبيب بن اسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا انها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناموا الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حا. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يملّ الله حتى تملّوا. وكان أحبّ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة: أنها امرأة من بني أسد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حا، وحدثنا أبو كُريب، حدثنا أبو أسامة، جميعاً عن هشام بن عروة، حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، واللفظ له. عن مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نعس احدكم في الصلاه فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع